أهلا بكم. يتجه المشهد الفرنسي نحو مزيد من التصعيد، ما اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اختصار مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل والعودة إلى فرنسا. ورغم تضامن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع عائلة الشاب بالأصول الجزائرية وتصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي أكد فيها فتح تحقيق في الحادثة واعتقال الشرطي، إلا أنهما لم ينجحا في إقناع الشارع الغاضب بتهدئة الموقف. فلماذا لا يجد خطاب التهدئة أذانا صاغية؟ ما الدلالة السياسية للاحتجاجات؟ وهل فجر مقتل نائل غضبا دفينا في الضواحي؟ الشارع الفرنسي لم يهدأ بعد ثلاثة أيام من الحرائق والاحتجاجات العنيفة على مقتل الشاب نائل على يد الشرطة في ضواحي باريس. الإعلان عن اعتقال الضابط الذي أطلق النار عن قرب بتهمة القتل العمد لم ينجح في تهدئة النفوس، ما اضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ للحكومة وإلى نشر 40,000 من رجال الشرطة في أنحاء فرنسا، بينهم 5,000 في العاصمة. وقال الإليزي إن الرئيس ماكرون مستعد لاعتماد آلية للحفاظ على الأمن من دون محاذير. هذا صوت إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس، عاصمة لم تعرف الهدوء ليلتين متتاليتين بسبب ما طالها من موجات احتجاجات توسعت لتشمل مدنا أخرى كليون وتولوز وليل، رفضا وغضبا من حادثة قتل الفتى نائل برصاصة شرطية، وسط اندلاع اشتباكات بين رجال الأمن ومتظاهرين قاموا بإشعال حرائق. احتجاجات دفعت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع خلية أزمة وزارية ندد فيها بما وصفها مشاهد عنف لا يمكن تبريرها ضد المؤسسات والجمهورية التي لم تهدأ منذ سنوات. من الواضح أن العاطفة التي تأتي مع وفاة الشاب تتطلب التأمل والهدوء، وهذا ما دعت إليه الحكومة باستمرار. أعتقد أن هذا هو ما يجب أن يستمر في توجيه الساعة القادمة. تميزت الساعة الماضية بمشاهد عنيفة ضد أقسام الشرطة وكذلك المدارس ومباني البلديات، وبشكل أساسي ضد المؤسسات والجمهورية. إنه أمر غير مبرر إطلاقا. وعلى نهج المماثل، سار وزير الداخلية جيرالد دارمانا معلنا توقيف 150 شخصا الليلة الماضية، ولئن سيق الضابط إلى غيه بالسجن بتهمة القتل، لكن ذلك لا يبدو كافيا برأي كثيرين ما لم تتحقق العدالة في قضية نائل، قضية تعيد من جديد مدن فرنسا للالتهاب تحت وقع مظاهرات تطالب بالعدالة ومحاربة العنصرية التي باتت وفق المشاركين فيها مستفحلة في أوساط أجهزة الأمن والشرطة، وحصدت أرواحا ذنبها الوحيد أنها من أصول إفريقية. للمزيد نرحب بالأستاذ إسماعيل خلف الله، خبير في القانون الدولي. أهلا بك. مرحبا أستاذة، أحييك وأحيي زميلي وصديقي الأستاذ حامد منير من باريس. شكرا لك. ومن باريس نرحب عبر سكايب الأستاذ منير حامد، رئيس تحرير صحيفة نبض الوطن. أهلا بك معنا الأستاذ حامد. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك. إذا بالرغم من إعلان عن اعتقال الضابط الذي أطلق النار بتهمة القتل العمد، إلا أن النفوس لم تهدأ. برأيك كيف نفسر عدم قدرة السلطات الفرنسية على احتواء هذا الموقف؟ يا الحقيقة هذا المشهد يذكرني بأحداث عام 2005 عندما كان نيكولا ساركوزي كان وزيرا للداخلية، وقتل 4 شباب في الضواحي الفرنسية أيضا،
وحرق آلاف السيارات في الضواحي الفرنسية، وخرج بعدها بعض السياسيين على لابد من أن يتم إدماج هؤلاء الشباب في المجتمع الفرنسي. الحقيقة حتى اللحظة لم يحدث إدماج، وهذه هي المشكلة. هناك يعني ربما عدم ثقة في الحكومة الفرنسية أو في السياسة الفرنسية، من خاصة من شبان الضواحي المهمشين. الحقيقة ربما قامت الدولة بكثير جدا من المشاريع التنموية في الضواحي في الفترة السابقة، خاصة في العشر سنوات السابقة، ولكن هذا لم يكن كافيا، لأن لم يستفيد هؤلاء الشباب بالاندماج داخل المجتمع الفرنسي. وهذه معضلة يعني ربما تعاني منها فرنسا منذ سنوات طويلة، وليست وليدة اليوم. مقتل الشاب دائل كان الحقيقة بدم بارد، كان على الهواء مباشرة بكاميرا، مما أثار يعني اشمئزاز الكل من الشرطة الفرنسية، التي الحقيقة أعطى لها إيمانويل ماكرون الكثير جدا من الحريات في القمع. طيب، وفي هذه النقطة أستسمحك الأستاذ حامد لأنتقل بسؤالي إلى الأستاذ إسماعيل خلف الله الخبير في القانون الدولي، ونتحدث بلغة القانون. الأستاذ إسماعيل بن خلف الله، هل هو متاح ومباح للشرطة التعامل مع هكذا حوادث بهذا العنف لمن يرفض الامتثال لهذه القواعد، خاصة في هذا الجانب ربما هي شرطة مرور وليست شرطة مكافحة الإرهاب؟ قبل ما أجيبك أستاذة على السؤال، أنا أقول يعني هذه نتيجة سياسة أو خطاب الكراهية الذي يمارسه أصبح الأغلب الساسة الفرنسيين، يستغل ويستعمل أسلوب وخطاب الكراهية. هذه هي نتيجته الحقيقة. اليوم عندما نشوف هذا التخريب وهذا العنف، يعني هنا ومن هنا ومن هناك، يعني هذه نتيجات لهذا الخطاب الذي كان من المفروض أن الخطاب السياسي يكون خطابا راقيا، وخاصة عندما نتكلم على فرنسا التي تطرح نفسها حامية الحقوق ومدافعة عن منظومات حقوقية. فاليوم الواضح أن المنظومة الحقوقية تنتهك في فرنسا. ما قام به هذا الشرطي هو جريمة، هي جريمة. إذا كان حتى وإن قلنا بأن هذا الفرد الذي وهذه ربما تضاعف الجريمة لأنها ارتكبت ضد حدث، هذا الحدث الذي يمارس ضده هذا العنف قبل الحادثة، يعني لا وجود لأي مبرر قانوني حتى نعطي أو يمارس هذا الشرطي بهذا الوسيلة. القضية اليوم لم تتوقف في العنف أو الإهانة أو السب أو الشتم الذي يمارسه أفراد الشرطة مثل هؤلاء ضد هؤلاء الشباب. نقول لك هذه صور واقعية أنا شفت الممارسة، الأعضاء أفراد الشرطة يمارسون ضد هؤلاء الشباب، بل يستفزونهم. وأنا كنت مرات أنتقد هذا الشباب، نقول مثلا ربما يمارس هذا الأمر هذا، لكن الشرطي هذا كاين هناك عناصر يستفز هؤلاء الشباب. عندما نقول بأن هذا الطفل ل 17 سنة سواء ساق برخصة أو بعدم رخصة أو كذا، هو الصور التي أظهرت أنه مورس عليه عنف بوسائل متعددة، وربما حتى قد يعني واجهه بالمسدس، وربما حتى الهروب كان نتيجة هذا الخوف الذي انتابه من ممارسة هؤلاء. القضية حتى وإن قلنا هذا الشخص فر، لا يمكن لك كفرد وكحامي القانون أن تستعمل السلاح الحي وتستهدفه في المسافة صفر. أنا نقول لك يا أستاذة، القضية اليوم هذه نتيجتها إذا كانت أفراد الشرطة يمارسون هذا، ويجي تخرج علينا الساسة الفرنسيين ومارين لوبان تخرج
وتقول تنتقد ماكرون وتقول رغم أن ماكرون ما قدمش خطاب يعني يزعزع هذه المؤسسة اللي حللها الباب عطالها الأمن ويسمى بالقانون الشامل. قانون الشامل هذا يفتح الباب ضد ممارسات الشرطة كما وشفنا الممارسات اللي يمارسوها. يعني نقول ماري لوبان وش تكلمت قالت على ماكرون أن لا يتسرع، وهو تسرع في 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 نقده لأنه قال لا يمكن أن نبرر هذا العمل. هي قالت خاصة وأن هذه الحادثة الأستاذ إسماعيل خلف الله ليست الأولى من نوعها، يعني في سنة 2022 فقط تم تسجيل 13 حالة وفاة. نعم هذه تراكمات، القضية ليست مربوطة بهذا هذا المراهق الذي أعدم، هذا إعدام، هذه جريمة إعدام مورس عليه الإعدام، رغم أن المنظومة القانونية التشريعية الجنائية الفرنسية والأوروبية ككل تحرم وتمنع الإعدام. طيب. الإعدام أصبح يمارس في الشارع علنا ومن طرف فرد كان من المفروض أن يكون حامي للمنظومة. طيب الأستاذ إسماعيل، الأستاذ منير حامد، اليسار الفرنسي استغل الحادثة وبدأ يتحدث عن أمركة الشرطة الفرنسية، هذه الأجواء وظروف قتل الشاب نائل من أصول جزائرية، ألا توحي لك بأن هناك مشكلة جذرية داخل المجتمع الفرنسي؟ نعم، هو الحقيقة هذه المشكلة يعني مورست من قبل الرئيس الفرنسي شخصيا ضد المسلمين في فرنسا، وقفل بعض المساجد، الكثير جدا من الضغوط التي مورست على المسلمين هنا في فرنسا، وقفل بعض الجمعيات. هؤلاء الشباب كانوا يذهبون إلى المساجد، ربما بعض المناطق في الضواحي الآن قفلت بعض المساجد والجمعيات التي كانت ربما تعطي لهم دروسا في كيفية احترام القانون وكيفية احترام ذاتنا كدين إسلامي. فالحقيقة المتهم الأساسي في هذا الموضوع ربما من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جيرالد دارمانان وزير الداخلية الحقيقة، الذي لديه سلطة مطلقة بالتعامل مع أي من في الشارع من يتظاهر ضد الرئيس الفرنسي. وجدنا ذلك من السترات الصفراء من 15 جانفييه أو من 15/1 الماضي حتى عيد العمال، وجدنا آلاف قد اعتقلوا بسبب مظاهرات سلمية ضد قانون المعاشات فقط، يعني ليس لقتل ولا عنف ولا هناك حرق، واضطر هؤلاء إلى أن يقوم الشباب بردة فعل مختلفة بحرق بعض النفايات وحرق بعض الأماكن. يعني الحقيقة لكل فعل رد فعل، وكان الفعل الخاص بالحكومة كان سيء جدا، وهذا ما ورد سواء من إيمانويل ماكرون نفسه والتعامل مع المهاجرين داخل فرنسا. وسبب ذلك أو ربما سبب ذلك فشله الزريع في السياسة الخارجية، وجعل من يرأس الدولة أو الداخل الفرنسي هو وزير الداخلية دارمانان. الحقيقة فرنسا تمر بأزمة عصيبة، وربما خلية الأزمة التي قام بإنشائها إيمانويل ماكرون لن تحل أزمة. الأزمة الوحيدة ربما أن تحل أن تقال الحكومة كاملة، أو من يقال هو وزير الداخلية دارمانان الذي الحقيقة عليه علامات كثيرة جدا من القانون. الأخ إسماعيل يعني تحياتي له أولا وكل عام وهو بخير. من القوانين التي وضعت مخصوصا إلى الشرطة ممنوع التصوير، وممنوع نحن كصحفيين ممنوع أن نصور الشرطة في حالة أنها تتعامل بالعنف مع أي متظاهر سلمي. نحن نتكلم على متظاهرين فرنسيين 100% وليسوا مهاجرين أو من الضواحي أو غير ذلك. الحقيقة هناك الكثير جدا من العلامات التي لا بد أن ننظر لها، وليس ربما حل الحكومة هو السبب أو ربما يكون هو الحل، ربما كثير جدا الموضوع عاوز حوار، يريد لا بد من حوار مجتمعي متكامل بما فيها شباب الضواحي أن يشارك في هذا الحوار بحيث تحل مشاكل فرنسا، ولا نظل كلما تكون هناك أزمة
أزمة تزيد الأزمة أكثر بأزمات طيب. كثيرة جدا سواء من السطر الصفراء حتى اليوم. طيب الأستاذ إسماعيل خلفلة، لو نتحدث عن ردود فعل الشارع بعد هذه الحادثة، لو لم يكن الشاب من أصول عربية، يعني هل تتوقع أن تكون ردة فعل الشارع نفسها؟ وحتى بالنسبة لرد فعل الشرطة، يعني هل تتوقع أن يكون رد فعله هو نفسه ما حدث في حادثة مقتل الشاب نائل؟ شو احنا نديروا مقارنة للحادثة التي حدثت منذ شهر هكذا. ذلك الشاب من أصول سورية على ما أعتقد، أنه كان يحمل سكين وكان يرتكب في عنف ضد الأطفال وضد المارة وضد كذا. إذا كانت المبرر يقدم هذا، الشرطة اللي قدمت مبرر قال لك الدفاع شرعي، هذا الذي كان ينفذ في 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 عنف ضد المارة وضد الأطفال وضد كذا، لماذا لم تستعمل الشرطة السلاح ضده؟ يعني الحقيقة أن هذه الحادثة هي النقطة التي أفاضت الكأس. كأس من؟ كأس المنظومة الحقوقية المنتهكة في فرنسا. نتكلم على الانتهاكات الحادثة التي حدثت في المظاهرات التي في قانون التقاعد، مظاهرات التي تمت، كانت هناك انتهاكات عريضة من طرف رجال الأمن ضد المتظاهرين. اليوم الجريمة ترتكب ضد حدث بالدرجة الأولى، لأن القوانين تحمي، هنا هي حقوق الطفل. نعم، فرنسا من الأوائل التي صادقت على اتفاقية حماية الطفل، حقوق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل. اليوم الطفل هذا منتهك، يعني مش القضية ليست في أنه مورس ضده عنف أو تم تعنيفه أو سبه أو شتمه، بل نفذ الإعدام في حقه، إعدام مسافة صفر. هذه الصورة هذه وين شوفوها؟ هذه شوفوها في أفلام، أفلام أصبحت أفلام حقيقية في الشارع الفرنسي، ونشوف الحكومة تجتمع. وش تجتمع؟ وين التهدئة؟ كيف تكون التهدئة؟ التهدئة يجب أن على الأقل يقال هذا الوزير الداخلية لهذا الذي منذ فترات هو يمارس هذا، وفتح الباب للشرطة. اليوم الشرطة لماذا؟ لأنه اليوم لماذا؟ لو كنت يعلم هذا الشرطي أنه سوف يعاقب، ما كان يقدم على هذا العمل. نعم. لأنه وجد بأنه ستقدم له مبررات. لولا يعني هذه الكاميرات التي صورت من هنا، الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، لما تم فضح هذه القضية. نعم. لما ردمها. والقضايا قضايا كثيرة. شفنا في فترة الكوفيد، فترة الحجر، شفنا ذلك الفرنسي من أصول إفريقية، ذلك الذي كان ما كان هو امام، هو مصور او اعتقد هو مصور او مخ يشتغل في قضيه المونتاج، هذا التركيب السينمائي وكذا، وعنده مكتبه، خرج ثم ما عندوش، ماهوش داير الماسك. شفنا الصوره اللي شفنا كيفاه العنف مورس ضده من اطراف افراد الشرطه، لولا الكاميرا تاعو اللي كانت تصور، صورت هي التي فضحتهم. هذا هم يعني معنى ذلك اليوم الشاب نائل هذا، لو لم تكن هذه الكاميرات التي صورت هذه الحادثة لتم تصويرها على أن هذا الطفل كان حامل مخدرات ربما، ولا كان ربما وجه بندقية ضد الشرطة، أو ربما كان يقتحم هذا الحاجز، أو كان وتعطى المبررات ويقفل الملف. لكن القضية اليوم أصبحت واضحة بأن هذا، مهما كانت الجريمة التي ارتكبها هذا الشاب، هذا الحدث، كان من المفروض هؤلاء أن تتملك يعني دراجة، هذه شرطة الموتار، أنت تستطيع أن يعني تحكمه وين يروح وأين يذهب. في باريس، يعني في ضواحي باريس، يعني تستمارس يعني ربما تصدر له مخالفة ربما. يعني هناك إجراءات كثيرة لا يجب، ولكن طيب. هذه تدل يا أستاذة، وهذه النقطة اللي هذه تدل على أن هذا الأفراد، هذا العناصر لهم خلفية عنصرية. ربما طيب. لو وجد هذا الشاب فرنسي الجلد، وربما لا يمارس ضده هذا ما يمارسه. طيب. لو نعكس الصورة يا أستاذة، لو كانت هذا الطفل
خارج منظومة المهاجرين هذه، وأنه لا أصول عربية وأصول جزائرية. نعم. شوفوا الشارع الفرنسي كيف ينتفض، شوفوا الشارع السياسي بالدرجة الأولى، شوفوا مارين لوبان ماذا تتكلم. ولكن لما كان فرد من أفراد الجالية اللي هو فرنسي في الحقيقة، هو فرنسي، هو هذا أنا اليوم المنظومة الفرنسية، المنظومة القانونية والحقوقية والاجتماعية تناقض نفسها. هؤلاء إذا كان هؤلاء يدعون بأنهم هذه يبررون فشلهم في إدماج هؤلاء، طيب. هذه عملية الإدماج فشلت وسياسات فاشلة. طيب الأستاذ نعم. خلف الله، إذا الأستاذ حامد، على ضوء هذا التحليل من قبل الأستاذ إسماعيل خلف الله، ألا تعتقد بأن الشباب الضواحي يدفعون ثمن الصورة النمطية التي تلاحقهم؟ أكيد طبعا، هذا ما تحدثنا عنه، هناك تهميش لشباب الضواحي، هناك عنصرية ضد شباب الضواحي، والحقيقة العنصرية في فرنسا الآن بدأت بشكل مفاجئ، ربما بدأت بعد وجود ساركوزي في الحكم منذ عام 2005 عندما كان وزيرا للداخلية، حتى الآن بدأت هذه المنظومة الفرنسية ربما تميل إلى العنصرية بشكل فظيع، وما لم نجد ذلك في فترة شيراك أو ميتيران، ربما كان الوضع أفضل بكثير من الآن، كانت هناك حقوق وكان هناك تساوي حريات ربما متساوية ما بين الجميع. الآن الوضع أصبح الحقيقة يرثى له، وهناك انفصام في المجتمع الفرنسي، وهذا الانفصام هو من يدفع ثمنه، وهم هؤلاء الشباب الذين الحقيقة لا حول لهم ولا قوة، وكان دور الدولة الفرنسية سيء جدا بأن لا يقوم بمحاولة إدماج هؤلاء سواء في العمل سواء في المجتمع الفرنسي. وهذا وجدنا حتى في الانتخابات الفرنسية، عندما تكون مثلا مارين لوبان أنها تصل إلى هذه الدرجة وهذا الكم من في الانتخابات الرئاسية السابقة، يعني هناك انحدار للسياسة الفرنسية وهناك عنصرية شديدة الحقيقة، يعني ربما كان الوضع يشابه جدا في فترة والدها. نعم. الذي كان لا يأخذ أكثر من 5% من الأصوات، الآن وصلت إلى تقريبا يعني أكثر من 20% من الأصوات، وهذا دليل خطير جدا على زيادة العنصرية في فرنسا. من يدفع الثمن؟ من يدفع الثمن هم المهاجرون وشباب الضواحي الذين نراهم الحقيقة ممتعضين من ما يحدث من الحكومة الفرنسية ضده. طيب، وبعد تسارع هذه الأحداث الأستاذ حامد، ماذا عن خطورة الوضع في هذه المرحلة؟ لماذا يطالب البعض بإعلان حالة الطوارئ؟ هل الأمن الفرنسي برأيك فعلا عاجز على احتواء الوضع وضبط الأمن في الشارع؟ يعني أعتقد ربما التاريخ يقول ذلك، أن الضواحي أكثر شراسة من باريس. وجدنا سطرة صفراء، كيف سيطر عليها أو سيطرت عليها وزارة الداخلية، وجاءت جائحة كورونا وكانت الحقيقة هي المهدأة الوحيدة للشارع الفرنسي، ولكن في الضواحي الوضع يختلف تماما. في الضواحي الكل يعلم أنه مظلوم منزوي، ليس لديه غير ربما الجنسية الفرنسية فقط، ولكن هو ليس فرنسي وهو يعلم ذلك جيدا من تعامل الحكومة الفرنسية. هناك الكثير جدا من العنصرية داخل حتى المؤسسات الفرنسية، سواء مجالس المدينة أو بعض المؤسسات التي يذهب إليها بعض الشباب الحقيقة، فتجد هناك يعني الرد العنيف من بعض الذين الموظفين الذين يعملون في هذه المؤسسات. المنظومة كاملة لابد من إدارتها مرة أخرى ومحاولة يعني ربما كما تحدثت سابقا أن لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي شامل تقوم الحكومة من خلاله بمحاولة إعادة المنظومة بشكل جيد، بشكل يليق
كما يقولون بالديمقراطية الفرنسية وحقوق الإنسان في فرنسا التي تنادي به العالم من غيرها. طيب الأستاذ حامد، طيب الأستاذ إسماعيل خلف الله، حادثة نائل ليست هي الأولى، لكن المختلف هذه المرة أنها وثقت بالصوت والصورة، والشرطة أو السلطات الفرنسية سارعت بالرد بإرسال 40,000 شرطي. برأيك لماذا المقاربة الأمنية الفرنسية دائما هي الأولى في التعامل مع مثل هكذا حوادث؟ هذه مبنية على هالأخطاء، ما زالت الأخطاء يعني مستمرة، يعني ممارسة هذه اللجنة الأزمة التي شكلها ماكرون وحكومة ماكرون إليزابيث بورن، أعتقد أنها تكلمت على الجانب يعني الحشد الأمني، وحشد الأمني هذا ماذا راح يشد؟ ما هذا الشباب بالعكس هذا يزيد يستفز هذه الأحياء، يستفز هذه الأحياء، ولن تهدأ هذه الأحياء إلا إذا استعملت حقيقة قرارات تحد من هذا الغطرسة، غطرسة الشرطة التي نقول لك يا أستاذ أنا ممارسات الشرطة في الضواحي تستفز الشباب يعني يمارسون استفزاز حقيقي، وربما حتى يدفعونهم إلى ما ترتكبوها من أخطاء. مثلا الشباب إذا كان هؤلاء الشباب فالواضح أنه لا يمارس ضدهم العنف، وخاصة ضد هذه الأحداث يعني 17 سنة. وهل نفهم من خلال كلامك الأستاذ خلف الله أنه يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون من درجة ثانية؟ بكل تأكيد، هذا الواضح جدا، لأنه لو كانت هذه القضية كانت ارتكبت ضد فرنسي من أصول فرنسية ما كانت القضية تكون بهذا الشكل وتكون بهذه الصورة. الآلة الإعلامية تتحرك والآلة السياسية تتحرك والآلة سلطة الإليزي أيضا تأخذ حقها في قرارات مهمة، لكن اليوم لاحظنا بأنه تحشيد أمني، لأن القضية من سبب الأمر الذي تسبب في اشتعال هذه الحرائق وهذا التخريب هو، كنا نقول بأن هناك من يستغل هذه الحادثة في إحداث هذا الشغب، ولكن هذا الشغب عنده المسببات هي التراكمات التي لم يتم معالجتها. اليوم دارمانا ما زال في وزارته رغم هذه الأحداث والأخطاء، شفنا منذ قبل الكوفيد وهو يرتكب أخطاء جسيمة ضد حتى الفرنسيين أنفسهم، ولكن ما لا أنا لم يعني لحد الآن أنا كنت أنتظر بأن ماكرون يجتمع بالحكومة أول قرار أنه يزيح هذا الدرمان، على الأقل يبصر به يبتص هذا الغضب ويحاول تحاول باللي الحكومة باللي راهي تبذل في جهد لتهدئة الوضع، أم أن تكون أنت كسلطة إليزي وتقول لا يجب أن تستغل حادثة نائل في استغلالها وكذا. حادثة نائل هذه الآن هي حركت هذه المكنونات وهذه التراكمات المترصبات التي لم يتم معالجتها، وشفنا حتى أن صور التقطت للرئيس الفرنسي وهو يرقص في إحدى الحفلات، يعني في هذه القضية فرنسا تشتعل هو يرقص، وهذه الحقيقة هذا استفزاز آخر. فأنا أقول يعني الحكومة الفرنسية ما زالت ترتكب الأخطاء، والمعالجة الحقيقية هو الذهاب إلى إيجاد حلول حقيقية لهؤلاء هذه العناصر. عناصر الشرطة يجب أن تعاد لهم التكوين الحقيقي، أن يلتزموا بالمنظومة القانونية. أنت رجل حامل القانون، كيف ترتكب الجريمة؟ مهما كان هذا المجرم تعامل المجرم بالقانون، لا تعامله يعني وكأنك في حرب. هذا المستوى وصلت هذا فرنسا التي تدعي أنها تحمل القانون وأنها تتشدق على باقي الدول وباقي الأنظمة أنها ترتكب. يا أستاذ لو الصورة هذه نأخذ الصورة اللي حدثت في باريس وضواحي باريس لو حدثت هنا في الجزائر ونشوفوا الإعلام الفرنسي ونشوفوا الساسة الفرنسية كيف تكون ردود أفعالهم، هي القضية اليوم أصبحت واضحة بأن هناك أخطاء، هذه الأخطاء لم يتم معالجتها، هذه تتحمل الحكومة تبعات ما يحدث في هذه اللحظات في الشوارع الباريسية. طيب الأستاذ حامد، في هذه النقطة كيف يمكن معالجة هذا الشرخ في المجتمع الفرنسي ورأب الصدع بين مختلف أطيافه؟
يعني هو يعني تحدث على ان لابد ان يكون هناك حوار مجتمعي يجمع كل الاطراف وبعض من يمثل هؤلاء الشباب الشباب الضواحي بحيث ان يكون والحكومه الفرنسيه ايضا، ولكن بعد اجراءات لابد يتم تفعيلها واقاله وزير الداخليه اولا قبل كل هذه الاجراءات، ربما هذا الذي سوف يهدئ الشارع. الشيء الآخر إعادة إدماج الشرطة نفسها بأنها تكون حامية للقانون وليست هي التي تخترق القانون، وهذا شيء مهم جدا في فرنسا ربما يخترق بشكل كبير منذ أن أتى وزير الداخلية دارمانان وربما من أيام ساركوزي فترة ما كان وزيرا للداخلية. الآن الوضع في فرنسا لا بد من إعادة هيكلة الشرطة وإعادة عمل حوار مجتمعي حقيقي لإدماج هؤلاء الشباب، والحوار لا بد أن يكون مع هؤلاء الشباب وأن يمر هؤلاء الشباب على المسؤولين بحيث أن يكون هناك حوار مفتوح بحيث أن تكون أن تهدأ الأمور أكثر من ذلك، لأن الوضع صعب جدا في فرنسا ولم يهدأ. آلاف السيارات تحرق يوميا وهذه كارثة على الاقتصاد الفرنسي أيضا. نعم. الذي أصلا يعاني من كوارث ما قبل كوفيد وحرب روسيا على أوكرانيا وغير ذلك. يعني لا بد من إعادة هيكلة الجمهورية الفرنسية. القانون ربما يكون مثالي، ولكن تنفيذ القانون أو آلية تنفيذ القانون هي المعضلة وهي المشكلة. هناك انفصام ما بين تنفيذ القانون وبين القانون نفسه. الأستاذ خلف الله، بالحديث عن المرحلة الراهنة، برأيك هل تستطيع الإجراءات الأمنية السيطرة على الشارع أم تعتقد أنها ستؤجج الوضع أكثر وستتصاعد وتيرتها خلال الأيام المقبلة؟ أنا لا أعتقد بهذه الإجراءات يتم تهدئة الوضع، بل العكس، الاستفزاز، هناك استفزاز. أنت عندما في عز إضرابات قانون التقاعد كم كانت من عدد الشرطة؟ 15,000. الآن جيب 40,000 وشرطة ودرك. معنى ذلك أنك لا تنظر لهؤلاء، لماذا ينتفضون؟ لماذا؟ وإن كانت المسيرة نتاع أمس مسيرة كانت مسيرة سلمية، مسيرة بيضاء، مسمينها مارش بلونش، مسيرة بيضاء. العنف الذي وافقها وكان يعني مشى معها هو حقيقة أن هذا الشباب ينظرون لأنفسهم بأنهم مستهدفون من طرف هؤلاء الشرطة. حتى قضية الكنترول هذا الذي تقوم به الشرطة تقوم بواحد الأسلوب استفزازي. يا أستاذة، أنا شفتها بأم عيني الممارسات الاستفزازية ضد هؤلاء الشباب. أنا كنت لومهم، أنا كنت بعض الشباب نقول أولادنا ربما يستفزوهم، ربما يستعملوا هذه الدراجات، ربما كذا، كنت لومهم في البداية. ولكن نهار اللي شفت لاحظت أنه مثلا في نقطة تفتيش عادي، تفتشوا تشوف له وثائق، تشوف له كذا، تشوف استفزاز. وهذا ضد الشاب، هذا نائل، يقال بأنه ضرب حتى بالبلاكروس، ضرب حتى بالآخر بالسلاح، ومورسة ضد عنف. وهذا وش من قانون تعطاك أن تمارس عليه العنف ولا تسبه ولا تشتمه ولا تستعمل العبارات بتاع العنصرية أو عبارات العنصرية حاضرة في أفراد الشرطة في عملهم والصور وثقت هذا. إذا نعتقد أن هذه الإجراءات لن تهدئ، بل بالعكس تبقى تراكمات. معليش تهدئة ربما تكون وقتية مسكن، ولكن ربما تجي حادثة أخرى، تجي حادثة نائل أو آخر وتحرك الحالة من جديد وتكون تصبح تعاني فرنسا كما تعانيه اليوم. أنا أعتقد أنه اليوم يجب أن تكون الحكومة في مستوى هذا القضية. القضية اليوم قضية اجتماعية، تعالج أولا تعالج المنظومة الأمن هذه. منظومة الأمن هذه التي أصبحت خلاص يعني وكأنها راهو شوارع هذه الضواحي هذه وكأنها راهي الضواحي. عالج
عالج هذه الأمراض. راك تشوف باللي هناك عناصر تتاجر في المخدرات أو كذا أو منحرفة أو كذا، لديك الوسائل التي تستطيع أن تعالج بها هذا الأمر. قضية التهدئة بهذه الصورة أنا لا أعتقد أنها سوف تتم التهدئة. طيب الأستاذ حمد، هناك اتهام بالعنصرية وخطاب كراهية، هناك خطاب متطرف من الجانب البرلماني والإعلامي كما تحدث الأستاذ خلف الله قبل قليل، وبالتالي برأيك هل هذا الانفجار يتسع؟ هل سيكون حالة ضغط أم هو تنفيس حول مشهد؟ يعني أعتقد أنه تنفيس حول مشهد. للأسف الشديد حتى شباب الضواحي لم يتعلموا من الأخطاء السابقة، لم يتعلموا حتى في سواء في الانتخابات. نرى الكثير جدا من هؤلاء سواء الشباب أو ما زاد عن العمر عن 30 عاما يصوت لبعض المتطرفين الذين يأكلون الانتخابات سواء في البرلمان سواء في الرئاسيات. الكثير جدا منهم يرتكب الحقيقة حماقات في حق نفسه وليس في حق المجتمع. لديه الحق أن ينتخب من يدافع عنه، لديه الحق أن ينتخب شابا من هؤلاء من شباب الضواحي أن ينوب عنه في كل قضايا الوظائف. يعني أغلبية شباب الضواحي ليس لديهم وظائف حقيقية، ربما وظائف ليست طويلة الأمد، ولكن وظائف ربما تكون لمدة سنة أو اثنين وربما يبحث عن عمل مرة أخرى. لابد من هؤلاء الشباب أن يحاولوا مرة أخرى بمحاولة اختيار من ينوب عنهم بالفعل سواء في الرئاسيات سواء في المحليات. نحن نرى، وأنا شخصيا كمتابع كرجل سياسي ومتابع، أرى كثير جدا من الإشكاليات في الانتخابات يرتكبها بعض هؤلاء الذين الآن يثورون في الضواحي. لابد أن نجتمع على كلمة سواء في المحليات سواء الانتخابات المحلية أو النيابية أو الرئاسية. لابد أن نحاول أن ندمج نفسنا نحن في داخل هذا المجتمع، لابد أن نكون مؤثرين، لابد أن لا ينظر إلينا هؤلاء بأننا فقط شواذ هذا المجتمع، وليس شواذ في شيء، ولكن شواذ في التصرفات. نعم. وهذا الذي نشاهده في الضواحي. أنا شخصيا كمهاجر أرى يعني عندما أذهب للضواحي لابد لي من احتياطات. فلا بد أن تغير هذه النظرة الحقيقة، لا بد أن نتكلم ما لنا وما علينا، لا بد أن تغير النظرة من هؤلاء الشباب لكي يكونوا بالفعل إنسان صالح داخل المجتمع سواء في وطني سواء في مهجره سواء هو فرنسي سواء هو غير فرنسي. نحن نتكلم بشكل عام، هناك بالفعل أمراض وفطريات داخل المجتمع لا بد أن نقوم نحن بمعالجته. طيب الأستاذ إسماعيل خلف الله، بعد جريمة نائل ناشطون يعيدون إلى المشهد صور انتهاكات على أساس العنصرية قامت بها الشرطة، وهنا أسأل كيف سيتم التعامل مع هذه الاتهامات برأيك؟ هذه الاتهامات وثقتها هذا الفيديوهات، الاتهامات القضية لو كانت اتهامات لكانت الآلة يعني الشرطة نفسها تقوم بمحاضر وتقول بلي أن هذا الشاب ربما هو الذي استعمل العنف ضد الشرطة وربما كان راح يستعمل جريمة قتل ضد هذا الشرطي وضد هذا الضابط. لكن هذا من وثق ومن وضح هذا القضية هو هذه الفيديوهات، هذه الصور، هذه الإدلاءات. وبالتالي فمن يقول أن الشرطة تمارس العنف هي الوثائق، هذا التوثيق، هذه الأدلة، القرائن الثابتة هي التي تؤكد. وكي نرجع للصور ماضية نشوفها. شوفها يا أستاذة، شوفي انتهى وقت البرنامج أستاذ خلف الله في 30 ثانية فقط. في الإضرابات نتاع ومظاهرات القانون هذا التقاعد، التقاعد نعم، شو العنف الذي مورس ضد المرأة
والله يعني تشوف الشرطي طيب يسحل للأسف انتهى وقت البرنامج. أستاذ إسماعيل خلف الله خبير في القانون الدولي، شكرا لك ومعذرة على المقاطعة، وشكرا لك من باريس الأستاذ منير خامد رئيس تحرير صحيفة نبض الوطن على المشاركة معنا في برنامج نبض العالم. وإلى هنا ينتهي ختام عدد اليوم، نلتقي غدا بحول الله، إلى اللقاء.